ندخل مباشرة في هذه الصفقة المتميزة والهامة في تاريخ مصر. معنا على الهاتف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات. باشمهندس أهلا بك معنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. بداية ومباشرة، أهم رسالة من توقيع الاتفاق ما بين مصر والإمارات النهاردة؟ لا طبعا النهاردة الحمد لله هي رسائل مش رسالة واحدة، هي رسالة طمأنينة لمصر دولة آمنة للاستثمار، رسالة طمأنينة ونتمنى تتكرر أن الحكومة فتح باب التعاون أكثر مع القطاع الخاص في كل المجالات. احنا مش عايزين نقول في المجال ده بس، لكن إن شاء الله تبقى بداية في كل المجالات، أنه في حالة إن شاء الله استقرار في الفترة القريبة جدا. لأن عايز أوضح لحضرتك أن حجم الأموال الدفعة الأولى للصفقة تعادل حجم احتياط النقد الأجنبي في البنك المركزي كله بالكامل. فهذه صفقة ليست بالقليل، وعملية طمأنينة إن شاء الله واسعة، واسعة لكل المستثمرين سواء محليين أو أجانب، عرب وأجانب وكله. فدي رسالة طمأنينة، والحمد لله بتؤكد أن مصر عمرها كدولة ما انتقصت حق حد، حتى وإن حدث بعض التأخير في بعض الأحيان زي 14-16، لكن في النهاية كل الشركات صرفت حاجتها، كل الشركات حولت أرباحها، كل الشركات كملت استثماراتها. ودي رسالة قوية جدا، ودي رسالة هامة جدا. نعم. كل الناس كانت طبعا في تخوف، وده شيء طبيعي، لكن الناس كتير كان عندها ثقة ان برضه ان شاء الله ربنا هيخرجنا منها بالعزيمة والتعاون، وان احنا يبقى في تعاون فعلا جاد ننجز بيه التعاقد زي اللي حصل. الدولة والقطاع الخاص جزء واحد، جزء مهم. دي رسالة للجميع، دعوة لكل قطاع خاص في كل المجالات، تفضل في مصر، تعال اشتغل، تعال هنعمل كذا، تعال هنكبر. الدولة ترجع لدورها الرئيسي اللي هي شغالة دي، ان هي منظم ومنسق ل الاتفاقيات ومنسق وللعمل بكل اتجاهاته. ولكن اللي احنا بنقول عليه انه صفقة الحمد لله هامة تاريخية زي ما حضرتك بتقول، فعلا اكبر صفقة في تاريخ الاقتصاد المصري كصفقة واحدة بالمبلغ ده، الشكاب العريض دي بتعادل حجم الاحتياطي في البنك المركزي بالكامل. فده بس بيبين قد ايه هي صفقة كبيرة، قد ايه وحجمها وحجم الاطمئنان. احنا كنا بنتكلم والله لو مركزي لو جاله 10 ولو جاله 12 الدنيا مش عارف ايه. لا هو الحمد لله دلوقتي اللي دخل في البلد ادي ال 11 اللي هي كانت وديعة هتتسيل وتنزل في السوق المصري ان شاء الله. وعندنا الامر الاخر اللي هي ال 22 اللي يجوا على دفعتين، وحضرتك اكيد انا من رايي انك هتشوف في الاسواق اللي بنسميها الموازيه هتشوف الاسعار هتبقى عامله ازاي بدءا من بكره وبعده، سواء من ناحيه الدولار او الذهب، زي حاجات تحولت الى سلع. نعم. برضه عايزين ندي رساله طمانينه للشعب المصري نفسه، ان عمليه نقص السلع ان شاء الله مش هتبقى موجوده في القريب العاجل. مش عايزين نقول بكره بس عشان الناس بالظبط بالظبط يعني مش ما فيش حاجه بكره، بس في القريب العاجل. نعم. خليني ادخل مع حضرتك باشمهندس مباشره للنقطه اللي اثرها رئيس الوزراء فيما يتعلق بمشروع تطوير راس الحكمه في جزئيه توفير فرص العمل للشباب من خلال العديد من المشروعات اللي هتبقى موجوده في هذا المشروع. كيف سيتم التفاعل او التعامل مع هذه المشروعات وتوفير فرص العمل، وايضا ما هي نوعيه الصناعات المتوفره في هذا المشروع؟ لا يعني خلينا بس نتخيل المشروع الاول يا فندم. ده مشروع مدينه متكامله من ناحيه السياحه، من ناحيه سكنيه صناعيه، فيها خدمات بكل انواعها، فكله هيشتغل. اللي بيقدم
خدمة فنية إلى الدكتور إلى البياع إلى شركة أمن إلى شركة غذائية. حضرتك متخيل مدينة كل القطاعات من الغذاء إلى اللبس إلى الفرش إلى الشبابيك إلى المباني إلى الأرض إلى كل الخدمات، مدينة متكاملة. نرجع بقى السياحة ونستغل ده، حسن استغلال الموارد. انت حضرتك عندك مورد معين، احنا الساحل الشمالي كله بنستخدمه شهرين بالظبط، لما حضرتك تعمل فيها مدينه سياحيه لا هتستخدمه 6 أشهر، يبقى العائد بتاعي زاد. واستغليت كمان كل الامكانيات اللي في البنيه التحتيه اللي اتعملت في الدوله في الفتره اللي فاتت بالظبط. عندي محطات كهرباء تكفي، عندي طرق تشغل، عندي مطارات ومواني، عندي كذا، كلها مدينه متكامله. بعدين دي مش هتيجي على الميزانيه الموازنه المصريه، لان انا الحمد لله انا عاملها باستثمار كله اجنبي، فهي مش هتاثر على الموازنه عندي في شيء، مش هتضغط عليها في الموازنه. عشان كده احنا بنقول للحكومه يعني عايزين زي ما حصل المشروع ده نشوف مشروعات مدينة صناعية متكاملة، مدينة طبية متكاملة، مدينة زراعية متكاملة. كل الكلام ده ده دور قطاع خاص الحكومة. الحكومة إن شاء الله تدي الإمكانيات المتاحة وقطاع خاص ينشئ ويدير ويعمل في هذا المجال. نتمنى إن احنا فعلا نشوف مشروعات على نفس النسق ونفس النظام زي ما حضرتك أشرت، لأن مصر أصبحت الآن حاصلة على شهادة ثقة دولية كبيرة جدا من خلال المشروع ده ومن خلال ما تم فيه من اتفاقيات للشراكة، طبيعة الشراكة ما بين مصر والإمارات. أنا بشكرك جدا مهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، كنت معنا على الهواء مباشرة في 9:00.